موسم الطاعة، شهر يزيد فيه رزق المؤمن، شهر كل حركة ونفس تتنفسه احرص على أن تكون في طاعة، احرص على أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، احرص على قيام الليل، احرص على فعل الخير، احرص على صلة الرحم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى كما عرفها الإمام علي، التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يقدم علينا موسم الطاعة، كل عام والأمة الإسلامية في شتى أنحاء العالم بخير وسعادة ورزق يزيد وحسنات تزيد.